عبارة سويتش. إن عبارة سويتش هي طريقة إضافية للتحكم بتدفق البرنامج وفقا لاختبار الشروط. بعض الخلافات الأساسية بين عبارة سويتش وعبارة إف هو أنه باستخدام اتحاد عبارة إف وعبارة إلس إف بإمكانك اختبار عدة شروط متتالية. أما عبارة سويتش تقوم باختبار تعبير واحد فقط، وتقوم بتنفيذ الكود الموافق للقيمة التي يعطيها التعبير بخرجه. أيضا هناك فرق آخر، وهو أن خرج التعبير الشرطي بعد عبارة إف هو من النمط المنطقي True or False، أما خرج التعبير التالي لعبارة سويتش فقد يكون نمبر أو من النمط string أو من النمط بوليان. وتأخذ عبارة سويتش البنية التالية: تقوم عبارة سويتش بإنتاج قيمة التعبير التالي لعبارة سويتش، ثم تقوم بتنفيذ الكود التالي للقيمة المساوية لقيمة التعبير expression والتي تلي الكلمة case. وفي حال لم تتوافق نتيجة التعبير مع أي من حالات كيس التالية لعبارة سويتش، سيتم تنفيذ التعليمات التالية للعبارة ديفولت. لا تنسى إنهاء بلوك كود التعليمات التالي للتعليمة كيس بالتعليمة بريك حتى تضمن تنفيذ برنامجك كما خططت له. بإمكانك دمج عدة حالات كيس مع بعضها لتنفيذ نفس الكود، وذلك بحذف العبارة بريك كما تظهر البنية التالية. لا تنسى الانتباه للتعليمة بريك. سنقوم بتثبيت فهم العبارة سويتش من خلال مثال عملي. افتح ملف نصي، اكتب معرفي البداية والنهاية في كود PHP، اسند القيمة 5 للمتحول X، ثم اكتب العبارة سويتش وبين قوسين المتحول X، ثم اكتب حالات X التالية: case 7 print the X value is 7 break، case 5 print the X value is 5 break، case 3 print the X value is 3 break، default print the default code. سيقوم الكود السابق باختبار قيمة X، وسينفذ الكود الموافق للقيمة التالية للعبارة كيس، وبالتالي سيتم تنفيذ التعليم التالي للعبارة كيس الثانية. قم بحفظ الملف ضمن المجلد htdocs، ثم قم باستكشافه من خلال مستكشف الويب، وستجد أن المستعرض قد قام بتنفيذ التعليم التالي للعبارة كيس الثانية. عد إلى الملف النصي، غير قيمة المتحول X، ثم جرب تنفيذ الكود السابق مرة أخرى.